شفت رزق يا حجه؟ والله وش خير يا حجه، عشان تعرفي قدم خير. يا ريت تطلع كل يوم تتمشى كده ما تلاقي حد بيوزع. انا مش هبطل، بصي منها اسعى المائده ومنها اسعى الكراتين. والله فكره حلوه هي المائده والكراتين. حلو يا حجه. يا حاج حساب. مين يا اولاد؟ حاج حساب. يا مرحبا حبيبي. عامل ايه يا عم الحاج؟ مرحبا حبيبي. حلو. مرحبا حبيبي. ايه دلوقتي رحت الحاج عواجه قال لي الكرتونه عند بتاعتك عند الحاج حسام اللي خدها. كرتونه مين؟ مكتوب على اسم امي. مين؟ امك مين انت؟ الحاجه نعسه. نعسه؟ اه. من الحاجات كرتونه جايه لرزق عيلتك. مكتوب على اسم امي يا حاج حسام. مش لك دعوه انا. ايه مش لك دعوه انت؟ مالي؟ الله. ايه يا حاج حسام؟ انت جايب لنا الكرتونه بتاعتك. يا حاج انا الحاج عواجه هو اللي مديها لي. حاج عواجه؟ الحاج عواجه هو اللي مديها لحد صبر اللي قال لي خدها. امي يا حاج. لا يا حاج لا انا مش فاكر الحرام يا حاج وانت عارف. امه بتربي في يدك. لا الحاج عواجه قال لي خد يا حاج حسام. قلت له انا حاج قال لي قبل امريه كماني. قال لي ايش انت اللي كنت لاقي ذاك البط انه خدته؟ وقلت له قال عشان انت راجل قلت اداك البط هدفع حقه. عرفت انت راجل طيب. هو كان الكرتونه ده لعيالك. انا قلت له كده هناك برضه. مش هي مش شغل. مش هاخد معاك وجبات نافع. انا مال مناع ثاني. انا عاوز الكرتونه بتاعت امي. امك مين اصلا؟ انا مش عاوز اقول لك يا عم حسام. وانا مال انت بتقول امي نعسه امي نعسه امي نعسه امي نعسه. انت مش انت عاوز تعرف اللقب بتاعها يعني؟ ما اعرف امك اسمها ادوك اسمها نعسه انت بقى. اقول لك ايه؟ الحاجه نعسه الخنف. خنفه؟ اه الخنفه. نعسه الخنفه؟ اه. يا حول الله يا رب. الغلبانة. حرام عليك يا حد. كان نفسي اخد مو والله يا امي. بعد ما فرحنا اديله بقى الكرتونه. والله كان نفسي اخد من الحاج عواجه بنفسه وقال لي يا حاج حسام انت شد لك الذكر البط؟ قلت له قال كمانك احنا زعنا عليه وانت عرفت احنا بدك ديله وجه الله لعيالك. ما دام عواجه قال لي بتاعتك انا مش هموت من الجوع واشبع نعس الخنفه. اسم الوليه ما تموت نعس الخنفه. ايه اللي اسر عليا؟ بتربي في يتامى. ما هي بقى حمارة هاي وكلها. بتربي في يتامى. دي كرتونه رمضان وعاوزك وسام كمان. يا حاج عواجه الدهالي. عواجه مكتوب عليها اسم امي يعني. مش يقطع اسم امك مش شغلي. الله. مش شغلي انا والله ما انت واخدها. انا اقول له انا الوقت ولا اقول له امي الوقت انا. ايه يا حاج؟ هتوكلنا حاجة. يا حاج. يا حاج انا مش سرقها يا حاج. يا حاج انا مش سرقها. مكتوب عليها اسم امي. يا عم الحاج مش خدك على الكرتونه. لا. الله. مكتوب عليها اسم امي. يا حاج طب اقرا كده يا حاج شوف اسمك اهو اقرا الاسم يا عم مش شغلي انا بقى ما هو مكتوب عليه ماشي الحاج نعسه الخنفه مش شغلي بس هو الحاج عواجه قال لي خدها لك انت انا عاوز كرتونتك مش خدها لعيالك طالما اسم امه مكتوب اديها لي لا انا حلفت يعني جاي من اخر الدنيا خدها هتمشي مع الكرتونه انا اه لا يا عم خلاص ايوه يا خدها تمشي مع الكرتونه يا عم عاوز يا عم يا عم الكرتونه يا عم بص بص كيس الكرتونه دي انساها هو عبد القادر عبد القادر خان حضرتك انا مش فاهم كرتون يا لعب اجعل مكانك يا معلم كرتون ايه؟ اجعل مكانك كرتون كرتون اقعد قول كرتون تاني خلاص يا حاج اه انا شايف كرتون تاني علاوي حاضر يا معلم فاهم؟ حاضر يا معلم انا كرتون تاني اقعد اتكلم فيها تاني حاضر يا معلم قوم يلا حاضر يا معلم قوم انت بتحشيني قدامه ليه؟ حرام عليك يا حاج انت بتحشيني قدامه ليه؟ امه بتربي يتامى يا حاج امه مين بتعمل لي حاج قال لي خدها هي بتاعت ايش بتاعته هو اسم الوليه مكتوب عليه بعد كده لما اتكلم حشوه اتكلمي خالص لا بعدت عند ابوك المزيت تقعد عنده هنا خلاص يا حاج الحاج عاوز دي صاحب اني وحبيب اني ادي نعسه تاكل دي لا خساره يا حاج هذا كرتونه الكرتونه اهي الكرتونه اجلنا جو حوالي 3 كيلو يا اخي كنت سيبها له يا غلبان حرام عليك لا طب شو كده كل البيض اتكسر زمان البيض اتكسر لا 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 حاجه باظت يا حول الله يا رب حاف انت السبب الجزء كله السبب الجزء كله السبب الجزء كله انت ليه انا عملت ايه يا حاج؟ قلت لك دي والله انا شريتها بحاجه من جيب مش تبع الشباب شبع عواجه لا البيض اهو سليم البيض اهو طب انت زعلت عشان قلت زمان البيض اتكسر ده يا حاج بحاجه مظبوط هنا يا حاج لو كنت سرق حاجه منها هو عارف عارف كل حابيني كله ايه؟ اه ده ايه؟ حبات البطاطس والله خساره والبيضتين دولي اه وشويه الزيت دولي عارف شويه الزيت دولي اول مره احس عندي زيت كتير في بيتنا كده اللهم صل على النبي يا حاج ده خير كتير يجي ابن الخنف يعلم عليني
والله نتش الكرتونه قلت هياخدها وطي. لا وياخدها من هني لان بطيك الطرد كده 16 متر بصوت العربيه. حته اعرج زي ده يعلم عليه في بيتي. بس قتلت جدع. شفت دانو؟ كانت ربع دانو. شاطر يا حاج. لا يا حاج ما خدش حال الود. ما خدش حاجه؟ لا. والشاي والسكر وكل حاجه؟ كل حاجه موجوده زي ما هي. طب عبي يا حاج خساره. كل سنه وانت طيب يا حاج. يا سلام. عبال رمضان الجاي يا رب. يا سلام مش هبطل. كل يوم هطلع الخير على الخير بتاع وجهي. على الخير ده وش وش وخيه. ده الخير ده وش ورزق. على الخير ده هقعد عنده كل يوم اجيب منه بطه. هجيب منه عدقية. لا تزعل عمك الحاج عوجة تاني. لا يا طيب. لا لا ما عدتش. ما انا حسبت على ذكر البط. حسبته؟ حسبته عليه وحياة هنا اخوه حسبته عليه. لا طالما حرفت بهنا اخوك. انا عندي اغنى من هاني؟ لا تبقى اللي هي قاعدة مهان. كنت بكذب عليك. اديتك الحاج عوجة على حاج ذكر البط. لا طالما حرفت بهاني تبقى. ويجي جابني ودي الكرتون ده على بعضها. عشان طالب طيب وحافظ كلام الله. قلت الحمد لله. لا خلاص يا حاج الحمد لله كل سنه وانت طيب. لا انا غير طيب. رمضان كريم وسعيد عليك يا رب. يجعلك سعيده كل يوم في سعاده وسعاده وسعاده يا ام السعاده. يا رب. الهاني لا اجي علم عليا.